نحيل يا ماما ماما. بس بدور على مصاري. معك 5 دنانير؟ طبعا معي. ممكن تعطيني اياهم؟ عشان انا محتاج يعني، بس عشان الخمسة. تعال خذ. ماشي. طلعت من الشغل من غير ما اخذ من ابوي ولا تعريف. فكرت تجيب عمراني، طلعت فضياني. تفضل. يسلموا يسلموا. يا باي تاخرت عليهم، ابصر الحق يزن في الشغل ولا في المستشفى. ادعي له يا حبيبي يا خوي.